ايوه اول صباح انا صباح لسه الخير. انا صباح النور. هون وصلنا احنا. اول شيء صباح الخير جميعا. المحاضره الماضيه شرحنا هذا السلايد اوكي، بس راح ارد اعيد اشرحه على السريع لانه بعد يعتمد عليه اوكي. فهذا المثال او التوبيك هو translating the risk assembly instruction into machine instruction، يعني كيف الانستراكشن راح تتخزن بالميموري اوكي. احنا بنعرف انه انا عندي كم من ريجستر، او يعني انا قصدي الريسك فيه، الريسك فيه كم من ريجستر عنده؟ حكيناها المره الماضيه اتوقع واحده من السبعه جاوتني 32 ريجستر. الريجستر قديش السايز تاعه؟ اوف 64 بت اوكي. هسا انت ممكن تكتب كود سي مثلا، ممكن تحكي مثلا انتجر اي ايكوال 0 فور اي اوكي فور اي ايكوال 1 سيمي كولون اي اقل من 100 اي بلس بلس مش عارف ايش. ممكن تكتب كود سي اوكي. هذا كود سي، اذا الكود سي راح يتحول لاسمبلي. فالفكره هاو تو ترانسليت اوكي، اللي هي ماشين انستراكشن. انا ما بحفظها حفظ لانه اصلا اوريدي حكيت لكم موجود معكم بالكتاب يعني بنهايه الكتاب كيف احولها، بس انا لازم افهمها اوكي. مثلا المره الماضيه حكينا كم من ريجستر عندي 32، معناته اذا بدي احدد to determine which register كم من بت بدي عشان الريجستر، حكيناها كثير ولا ناسينها؟ اللي هي اثنين، هو انه حسب عددهم انه انا بيصير ايش عندي اللي هو 32. اللي هو الاش ايش اللي بيعطيني 32، اللي هو 2 قوى 5، فحكينا 5 ايوه، ريجستر. فعشان هون في عندي 5 بيتس 5 بيتس 5 بيتس اوكي. هون فالمثال هذا احنا حلينا، بس راح اعيده على السريع. Let's do the next step in the refinement of risk language as an example. We will show the real risk language of the instruction. عندي add x20 راح يجمع x20 يجمعها مع x21 ويحط الناتج وين؟ x9. First as a combination of decimal number راح نحول لي اياها كارقام لو ناخذين decimal، بعدين هاي الارقام قلبت ايش؟ كباينري، كديسيمال كباينري اوكي. اول شغله انه ال 20 هاي هي وال 21 هذا هي والتسعه هون، معناته انا هاي ممكن اقول عنها ريجستر سورس 1، this is register source 2، هاي الريجستر ديستنيشن. احنا عارفين شو ريجستر سورس 1، انه اول واحد راح اقرا منه، ثاني واحد راح اقرا منه، وهون الريجستر اللي راح اكتب عليه اوكي. هسا هون حكي لي انه ال5 وال0 وال51 5 0 51 كولكتيفلي مع بعض بعنوا انه الانستراكشن اديشن ماشي، وهي ريجستر سورس ديستنيشن زي ما حكينا. بس لو اجينا هون بنلاحظ انه انا السورس 1 والسورس سورس 1 والسورس 2 والديستنيشن ايش از 5 بت، ولكن لو اجينا على الزيرو هاي اول زيرو من الشمال كم من بت؟ السلايد شايفينهم؟ سبعة بت. سبعة. طب الزيرو هاي كم من بت؟ ثلاثة بت. والواحد وخمسين سبعة بت اوكي. طب ليش سبعة وليش ثلاثة؟ مش مشكلة نشوف بعدين. بدي سبعة بت مع ثلاثة مع سبعة قديش طلعوا؟ 14 صح؟ والخمسة 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 عفوا 17، اللي هي 7 زائد 3 زائد 7 هذول عندي 17 بت، والخمسة زائد 5 زائد 5 تساوي 15 مع 17 هاي مع هاي قديش طلعوا؟ 32 بت. وضحت الفكرة؟ واضح؟ هسه ليش 7 وليش 3؟ إلها تفسير، مش مجبر أحفظه أنا، أوكي؟ طيب، أول إشي
إنه المرة الماضية حكينا عن الليتل إنديان والبيج إنديان، تتذكروا؟ أوكي؟ فأول إشي الميموري أوبرانز بالنسبة للإنستركشن فورمات هي a form of representation of an instruction composed of field of binary number. كيف الإنستركشن منمثلها على شكل فيلد، وكل فيلد بيكون هو عبارة عن باينري نمبر. أوكي؟ هسا إحنا بنعرف لو تطلع 0 و2 و4 و6 و8 و10 و12 و14 هذول أرقام الإيفن، هون 1 3 5 أرقام أود. بنلاحظ إنه كل ديجيت بالهكسا يقابلها 4 بت بالباينري. أوكي؟ فالكمبيوتر بيفهم باينري، بس أحيانا إحنا نكتبها عشان ما أخربط بنحولها لهكسا. أوكي؟ طيب This is the general format للR type. طيب شو الR type؟ معناته في تايب غير الار. الار هو الريجستر، يوما انا ريجستر مع ريجستر واحط الناتج بالريجستر. واضحه؟ فهاي this is register source 1 اللي هي the first register source operand. This is register source 2 اللي هي second register source operand. هاي الريجستر destination اللي هي the register destination operand. It get the result of the operation. الناتج بتخزن بهذا الريجستر. هسا على اليمين اللي هي 7 bit اللي هي opcode. الopcode اللي هي عبارة عن اختصار للoperation code. Basic operation of the instruction. And this abbreviation is its traditional name. هو الاسم التقليدي، يعني نقول add ولا multiply. Okay. هسا ظل الفانكشن 3 فانكشن 7 هيك مسميين. فانكشن 3 it is additional opcode، والفانكشن 7 additional. يعني ما اتوقع انه الاديشنال دائما تستخدم. اوكي؟ فاحتمال الاديشنال في لحظه او في انستراكشن ما يكون ايش قيمتها صفر، مش مستخدم. اوكي؟ طب هاي الانستراكشن فورمات احفظها؟ انا مش مطلوب احفظها، لاني شوي شوي راح يعني مع البراكتس راح تحفظها، بس مش ملزم. ليه؟ لانه راح نقارن بين الار تايب. ار تايب اختصار للريجستر تايب، وفي تايبس اخرى راح نشوفهم. اوكي؟ هسه في عندي هاي حكينا ار تايب. الار تايب بكل بساطه ريجستر مع ريجستر، بيعمل بيناتهم اوب كود، بيودي الناتج على ريجستر. الاوب كود اللي هي اوبريشن تو ريجسترز، بيخزن الناتج بريجستر ثالث. في عندي نوع ثالث الاي تايب. الاي تايب اختصار للاميديت. اوكي؟ This is اوكي. اي تايب is used by arithmetic operand with one constant operand. شوفوا one constant معناته زي المره الماضيه اذا بتتذكروا كان عندي add immediate. اوكي؟ including add immediate و load immediate. طب في sub immediate؟ ما بعرف، هسه في سلايد راح يوضح لنا اياها. تتوقعوا في عندي sub immediate ولا ما تتوقعوا في عندي sub immediate؟ اه اتوقع في. طيب هو في بس من خلال الادش، لانك انتم بتعرفوا مثلا x ناقص y هي عباره عن x زائد الماينس y، صح؟ صح. فهي راح تكون موجودة. أوكي، اللي بهمني إنه أنا أول إشي عرفت إنه في عندي register type instruction أول نوع. النوع الثاني اللي هو immediate type instruction. immediate type تستخدم بالarithmetic بما في ذلك الadd immediate، وتستخدم بالload instruction. اطلع شكلها، طلعوا opcode 7، register destination 5، function 3، register source 5، immediate 12. الساعة قبل شوي كان عندي 7 5 3 5 5 7. متذكرين هاي؟ هاي متذكرينهم؟ تمام. 7 5 3 5 5 7. هو عادة يفضل الانستركشن يكون نفس الشكل مشان الكمبايلر بسهوله يتعامل معها.
هون راح نشوف بيشبهوا بعض تقريبا. فالسبعة خمسة أسع الخمسة والسبعة اللي كانوا قبل شوي مع بعض صاروا هون one field. ال 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 12 bit immediate اللي هي ال 12 bit okay is interpreted as two's complement. هي عبارة بتكون مخزنة على شكل two's complement. So it can represent integer بين الاثنين قوة 11 بالماينس واثنين قوة 11 ناقص واحد بالموجب. فهذا الرقم إلى طيب اثنين قوة 11 قديش؟ 2 كي صح؟ اثنين قوة 10 قديش؟ اثنين قوة 10 تساوي 1024، اثنين قوة 11 تساوي 2048. معناته هذا بين 2047 ل 2048 هذا بالسالب صح هيك؟ صح. ففعليا الرقم بتراوح بين 2047 موجب ل 2048 سالب. اوكي طيب when the immediate format is used for load اوكي ال immediate value هاي represent a byte offset. اوكي byte offset مرت معنا قبل المره الماضيه اذا متذكرين. هون احاول ارجع بالسلايدات. هون يوم قلنا 8 ضرب 8 شو صارت؟ 64. يوم قلنا 12 ضرب 8 صارت 96. متذكرينهم؟ طيب ففعليا الاميديت بتمثل لي ايش؟ البايت اوفست. سو ذا لود دبل وورد، انت بتتذكر الدبل وورد حكينا عنها عباره عن 64 بت صح؟ instruction can refer to any double word within a region اللي هي ال زي ما شفنا هون انه بين 2 قوة 11 بالموجب او بالماينس اللي هي 2 قوة 11 اللي 2048 بايت. اوكي يعني هون قلنا بايت اوفست معناته تقدر تعطيني رينج لحديت 2K بايت. اوكي هسا اذا ملاحظين ال 2K لانه 2048 بايت اللي هي 256 دبل وور. عرفتوا كيف اجت هاي تساوي هاي؟ بشرحها مره ثانيه دكتور. هون بيقول لي 2048 بايت اللي هي نفسها 256 دبل وور. كيف جبناها؟ حدا بيقول لي؟ طب هاي اثنين قوة قديش؟ اثنين قوة 11. طب الدبل وورد، ما انا هاي الدبل وورد قلت لك 64 بت صح؟ تمام. طيب الدبل وورد خليني اقول هون اللي هي عبارة عن 8 بايت اللي هي 2 قوة 3 بايت صح؟ فالاثنين قوة 11 بايت تساوي 2 قوة 8 ضرب 2 قوة 3 بايت. عملت شيء جديد انا؟ لا. طيب هاي وصلت. هاي 8 بايت اللي هي ايش؟ دبل وورد اللي هي 2 قوة 8 دبل وورد. اوكي واضحه تمام وضحت. اوكي وي سي ذات مور ذان 32 ريجستر وود بي ديفيكلت ان ذس فورمات. ليش اذا بدي استخدم اكثر من 32 ريجستر راح تغلبني؟ المره الماضيه شرحناها ترى او سالت وتوقع صبيه اللي جاوبتني صح؟ لانه مش موجود عندي غير 32 ريجسترز. لا هو 32 بس لو انا بدي اغير انت تغيري على الهاردوير وبدك اكثر. قلنا 40 انا بتذكر الماضي حكينا 40 ال 40 ريجستر هذول الخمس بت بكفوا ولا بدي ازيدهم يصيروا 6 بت؟
ما احنا قلنا اثنين قبل شوي سألته بداية 32 بت صح؟ 5 بت ل 32 يس الخمسة بت ل 32 ريجستر إذا الريجستر زادوا في الخمسة بت بيبطلوا يكفوا صح؟ هون أصلا بيقول لي ليش؟ لأنه as register source with, أو عفوا source with destination would need another bit معناته بدل خمسة بت بتم أكثر making it hard to fit everything in one word إحنا ممكن ترى أستخدم 70 register I don't care وباخذ 7 بت بس فعليا الانستركشن هاي السايز تاع هاي الانستركشن شباب هاي الانستركشن هاي كلها على بعض انستركشن قديش السايز تاعها كمان بت؟ 32 طيب افرض انه انا قلت لك خلي كل شيء زي ما هو ولكن انا عندي الريسك في عنده 70 ريجستر مش 32 صح كنا نقول 32 لا عنده 70 شو راح يتغير على هاي الانستركشن؟ عدد البت اثنين قوة خمسة تساوي 32 اثنين قوة سبعة 128 اثنين قوة ستة 64 انا عندي 70 ريجستر ستة بت بكفو سبعة بت سبعة بت معناته هاي صارت سبعة بت وهاي صارت سبعة بت ارجع هون هاي صارت سبعة هاي صارت سبعة هاي صارت سبعة افرض كل شيء زي ما هو هاي الانستركشن السايز تاعها كان بالاول 32 الان 32 بتكفي لا لان زدت 2 بت 2 بت 2 بت فبطل 32 شو صارت 38 واضحة شباب واضحة ولا لا واضحة دكتور بس دكتور عادي زي هيك مثلا ما نستخدم كل الريجسترز عادي ما نستخدمهم يعني مثلا انت بتحكي مثلا انه انا عندي 70 ريجستر صح؟ يس يس هلا المستخدم منهم مش 70 يعني في بس انه يمكن زدنا 4 بت الموضوع لا لا ليش انت فعليا لما تكتبي برنامج سي ولا سي بلس بلس هو انت بتكتبي وبتعرفي فاريبلز اوكي بس انت هاي الفاريبل اوتوماتيك للكومبايلر بيحولهم بيعمل assignment كل variable لregister معي فأنا ما بعرف عشان هيك حتى المرة الماضية جبنا موضوع إيش اسمه الregister بو spelling register يعني ممكن أنا أسألك شو spelling register أي أنت صح أي شو يعني spelling register سمعتني سميتك كثير بس لسه انا نسيتها لسه ما رجعت كلمات مش مشكلة حدا بغير اي بيحب يجاوبني شو سبيلنج ريجستر عادي يعني ان المتغيرات اللي هذا ليش نستخدمها تكون لا وقفيني شوية ما فهمتش عليك طيب المتغيرات الاقل استخداما يعني اللي نادر ما نستخدمها بنحطها بالسبيلنج ريجسترز اوكي اول شيء مش انا اللي بحطها الكومبايلر اوكي سبيلنج ريجسترز هي تكنيك الكومبايلر بيعملها بحيث انه اذا انا كتبت برنامج او وات ايفر هو ايفر كتب البرنامج عندي فاريبلز كثار والفاريبلز اكثر من الريجسترز معناته ما بقدر اخزن كل ريجستر عفوا كل فاريبل بريجستر اوكي ففي variables ما راح يكون لهم register فالفاريبل اللي انا ما بستخدمه بخزنه بالميموري وضحت الفكره معي ولا واضحه ولا لا اوكي يعني انا سامع سكوت وبالتالي واضحه اوكي ماشي تمام طيب اوكي صرنا احنا هون فحكينا انه فعليا اذا انا بدي ازيد الريجستر طيب هون الانستركشن صارت 38 في بت في مشكله فعليا ما في مشكله بس انا هون الوورد اللي عندي الوورد عندي حجمها 32
فأنا راح أضطر الانستركشن تأخذ مكان أكثر. أوكي طيب هسه هون عرفنا الار تايب, وهون شفنا الاميديت تايب, وهون في عندي شكل ثاني طلعوا عليه بالله نفس الشكل هاي. طلع هون اوب كود, هون اوب كود, هون ديستنيشن, هون ما في ديستنيشن, هون فانكشن سورس سورس, هون فانكشن وسورس ما في سورس ثاني. اوكي هاي الانستركشن there is a specific format for the store double word. هاي هي للستور. اذا متذكرين المره الماضيه كنا نقول load from memory store into memory. اوكي which need two source register, بدي two source. طب ليش؟ for the base address, واحد منهم للbase address والثاني للstore data. اوكي and an immediate for the address offset. معناته انا بدي immediate اللي هي هذه. اوكي ما بعرف هاي ولا هاي هسه بنشوف. اوكي طيب فعليا لو عديناهم ال7 وال5 3 5 5 7 عندهم بيطلع 32 بت. ذا 12 immediate bit. طب وين ال 12 immediate bit؟ مين شايفهم؟ هون بيقول لي في عند 12 بت immediate. 7 و5 immediate. لا بجاوبك الimmediate والار الار اس 2 يس ريجستر 2 immediate. هون زي ما حكى زميلكم 7 وال5 هم فعليا موجودين يعني بعيدات عن بعض, بس بتطلع عليهم هو بجيبهم ايش مع بعض. ليش؟ لان هون قال لك immediate 04 هون immediate 5 to 11 يعني هم وحده وحده بس كل واحد مكان. اوكي the immediate in the S type or store type format is split into two fields which supply the lower 5 bit and the upper 7 bit. هاي 5 وهاي 7. اوكي the RISC choose this design because it keep source and destination in the same field is an in our instruction. يعني اطلعوا عليهم هون هاي قبل شوي كانت الريجستر اذا لسه متذكرين. هاي كان الاوب كود destination function source source function. بالimmediate كان opcode destination function source. هذول صاروا field واحد هون immediate. اوكي اجينا على الستور اللي هي هاي السلايد store اللي هاي شكلها opcode immediate function source source immediate. لو تطلع تقريبا نفس الفورمات. اوكي but this is R type, this is immediate type, this is store type. فالثلاث instruction format إلهم تقريبا نفس الشكل. واضحة؟ واضحة شباب ولا مش واضحة؟ تمام إن شاء الله. طيب معناته في هدف إنه instructions تكون إلها نفس الفورمات مشان يسهل عملية الأوبكودينج مشان يعرف يقرأها الكومبايلر ويعرف ينفذ. أوكي keep هذه keep the instruction format as similar as possible. شو فائدة keep hardware. أوكي reduce hardware complexity. فالhardware بيظله إيش بسيط أو reduce complexity. the opcode and function 3 اللي هي الfunction 3 والopcode are the same size in all location. آه والله هذه إذا ملاحظين الأوب كود والفانكشن 3 ثلاث بكل الأماكن نفس الحجم. أوكي إلهم نفس الحجم ونفس المكان. وضحت؟ طب أنا أحفظهم؟ لا بس أحفظتهم والامتحان أوبن فهذا أصلاً أوريدي تيبل من الكتاب. أوكي طيب هون مثال. المثال بطلب مني إيش؟ أوكي هذا السؤال. اوكي المثال بطلب مني احول من سي لاسمبلي او ريسك في. اوكي وي كان ناو تيك ان اكزامبل اول ذا واي فروم ذا بروجرامينج فروم وات ذا بروجرامر رايت. انه انا كديفلوبر او انا بعمل بروجرامينج بكتب بطريقه ما بنروح تو وات ذا كمبيوتر اكسكيوت. انت شو بتكتب والكمبيوتر شو بينفذ. هون بيحكي لي if x10 has the base of array a, ال x10 في ال array a ال base register
والX21 فيها الفاريابل H. فأنا بدي أكتب أو أحول هذا الكود لمين؟ لأسمبلي. كأنه محول تحت صح؟ صح هذا التحويل إله؟ مين يشرح لي؟ والله شباب إذا حدا مش فاهم يحاول يشرح، لأنك أنت تشرح بتفهم، لأن أنا يعني مش طالب أنك تكون فهمنا حتى تشرح لنا. يلا مين بده يشرح لنا هذا السؤال؟ هذا إذا بتتذكروا بيشبه المرات الماضية، شوفوا الـ A30 بالميموري ولا بريجستر هاي؟ بالميموري. بده ينقلها على ريجستر، بعدين يجمعها مع الـ H، بعدين يجمعها مع الـ 1، بعدين رح تصير بمكان بقى بالريجستر، بعدين يرد ينقلها على الميموري، صح ولا مش صح؟ في طريقة غير هيك؟ لا. الـ A30 لازم أوديها على ريجستر، بعدين بجمعها مع الـ H مع الـ 1، أكيد راح تكون بريجستر، بعدين هذا الريجستر بوديه على الـ A30. فالأمور يعني سهلة. الـ A30 كيف بوديها على ريجستر؟ من خلال الـ إيش؟ اللود. بعدين بدي أجمعها مع الـ H من خلال الـ Add. بعدين بدي أجمعها مع الـ 1 من خلال الـ Add Immediate. بعدين بدي أرد أرجعها أكتبها على الميموري من خلال شو؟ ريستور. واضحة ولا مش واضحة؟ طيب حدا بيحب يساعدني أو يقرأ لي هاي الكود؟ يلا بشار طعاني، سامي أنا بشار، أنا بفتح الأسامي بشوف. دكتور معك، تحب تساعدنا؟ والله دكتور مش دارس كويس عليها هاي. مش مشكلة. أسامة وليد عاصمي. حاضر دكتور. يلا شوف أنا يعني هاي تحويلها، شوف هاي تحويلها تاش إشي يعني. أوكي يلا أسامة تحكي لنا نشوف غريبك دكتور. والله مش دارس عليها لسه، يعني لسه على مادة الكوز يعني. مش مشكلة يعني. حمزة عدنان محمد مسعد. لا مش مشكلة عادي. حمزة عدنان محمد مسعد. طيب يعطيك العافية دكتور. يعافيك الله يسعدك. ساعدني دكتور. والله نفسهم يعني بعد يعني مادة الشابتر الأول. مش مشكلة. حمزة عيسى عبد الحميد القضاء ساعدني. والله يا دكتور نفس الشباب. طيب ماشي. بعتذر. اوكي حالة تميمي اخذت ديجيتال عندي صح؟ حالة علي رضوان تميمي. يعطيك العافية دكتور، اخذت عندك ديجيتال. طيب يلا ساعديني بهذا اذا سمحت. بس والله يا دكتور ما درست هنا. مش مشكلة. حياة محمد حسن عبيدات. معنا حياة. بتحب تساعدي ولا زيهم؟ زيهم. ماشي. رانيا خليل. رانيا خليل. عبد الحق دكتور. رايح. نفسهم. طيب رزان هزايمة. رزان تحب تساعدينا؟ ما درست والله ما بكتب. مش مشكلة. روان بني فارس. نعم دكتور. تحبي تساعديني؟ هو الصراحة مش كثير يعني فهميته. خلص بما انه مش كثير يلا ساعديني. ماشي. ما انا حولت هاي الانستركشن. يلا ساعديني. هلا الاي هاي لل 30 بدنا نستخدم اللود حتى ننقل ها من الميموري للريجستر صح؟ صح. 30 احنا قلنا لازم نضرب قديش؟ 30 ضرب 8. أيوة قديش صارت؟ 240. طيب الـ A هي array. إحنا إذا بتتذكروا هون قلنا الميموري، هون في عندي array اسمها A. البيس ريجستر بيأشر على بداية الـ array بغض النظر أنه بلش من فوق ولا من تحت. شو البيس الريجستر؟ هذا ما أعطي معي بالسؤال يعني أنا مش جايب شيء من عندي. إكستن. الله. هيك صارت ايش؟ اكستن.
بدأ نستخدم الآد حتى نضيف إنه الأجمل وال. لا خلينا حبي حبي خلينا هون إحنا لسه هون. فالإليمنت هاي وين وداها على أي ريجستر؟ على إكس عشرة. عشرة؟ أي تسعة تسعة. تسعة. طب أنا ممكن أغير التسعة مش ملزم أوكي بس هو أخذ تسعة فهي فراع الميموري جاب راع الميموري هون جاب الإليمنت A30 ووداها وين على X9 واضحة؟ أوكي ولا لا؟ واضح. طب إحنا لو قلنا هنا 31 شو راح يتغير على السؤال؟ إنه 31 ضرب 8 راح يصير 8 ماشي طيب أسا شو بده حل؟ جاب هاي أسا شو بده يجمع هاي مع هاي؟ استخدام عاد آه إنه هو خزنها بـ X9 فبيجمع X9 مع الـ H والـ H وين صارت؟ X21 آه معناته جمع هاي مع هاي وين خزن الناتج؟ بـ X9 X9 صارت هاي عندي هسا شو بدي أجمع لها؟ بدي أجمع لها الواحد اللي هي constant فبستخدم add i رد جمع لها واحد صارت هون صارت هاي جاهزة هاي كلها وين صارت؟ X9 X9 أنا ما بدي إياها بـ X9 بدي أكتبها على الميموري الميموري بستخدم الستور الستور X9 خزن لي إياها بالميموري طب وين العنوان؟ هي الري A الري A معناته البيس تاعها X10 صح؟ آه بدي رجيحها على نفس المكان نفس الإليمنت يعني جاب إليمنت من الري جمع له قيمة وجمع له واحد رجعها زي ما هي فالثلاثين شو طلعت عندي؟ 240 لو هون قلت لك 40 ايه 40 مش 30 شو راح يصير 40 ضرب 8 اللي هي 300 بدل 240 اللي هي 320 واضحه صعبه لا ولا صعبه دكتور سؤال اذا سمحت تفضل بطول الوقت من نفس الريجستر اكس 9 نستخدم لازم نفسه اوكي شباب واضح سؤال زميلكو هو لا هو فعليا هو بده يوفر ريجستر ليش لانه الرقم هاي اوكي A30 حطه ب X9 صح هسه ممكن X9 مع A30 احطه ب X11 X11 اجمع لها الواحد احطه ب X12 واجي X12 ارد انقله على الميموري معي تمام ففعليا هي. استخدم 9 10 ما استخدمته لانه محجوز هون و11 و12 استخدم الثلاث بس اذا انا قدرت اضبط حالي وامشي كود بريجستر واحد بيكون اوفر تمام كيف ففعليا هذا الكود اذا انا اتبعته بلقاه نفسه بس انت لا مثلا مش مجبر تكتب زيه فهي تعرف بروجرامينج لانجويج فانا مش مجبر اكتب زي زميلي او انا اصير كود بيس زيه فيس يو كان انا بختار بصير اختار اي ريجستر اخزنه فيه غير اكس 9 راح اشوف لقدام انا بسالكم بصير اختار اكس صفر اخزن فيه لا لانه قيمته صفر اصلا ايوه معناته بصير استخدم اكس 21 لا ليش لانه فيه دع الاتش محجوز بصير استخدم اكس يعني بالمثال هذا اكس 10 واكس 21 واكس صفر محجوزات اوكي اتفقنا تمام طيب هسه احنا عملنا الخطوه الاولى انه انا كيوزر بكتب السي ستيتمنت اللي هي هاي الاد الكومبايلر بكتبها هيك طب الكومبايلر بكتبها هيك بس هو راح يخزنها بطريقه ما بالكمبيوتر اوكي هسه هذا الجدول انا جبته هون مشان يضل قبالنا لانه انا مش حافظه مش مهمتي احفظ اوكي طيب خلينا نروح على اللود اوكي اللود هاي لود صح اول انستركشن صح ولا لا؟ صحيح. طيب هاي الشكل تاعها. ماشي؟ طيب او صح ما هي موجوده هون ليش انا؟ هاي اللود سوري. هاي اللود موجوده. ففي عندي الاميديت هاي اللود ماشي؟ هاي شكلها. اللود عند الاميديت فالاميديت قديش شونا؟ 240 فجابوا 240. واضح؟ معي ولا مش معي؟ معك دكتور بعدين السورس 1 اللي هو ريجستر اللي هو انين بده يجيب 10 هاي انا هون انا قاعد شوفوا هاي الانستركشن ما انا بديش اخربش كثير هاي الانستركشن هون قاعد بحولها لهون
كيف انا بتطلع على الجدول هون بغش من هون انا مش حافظ ايش شو بدي احفظ. فالاميديت الكونستانت اوكي اللي هي بتكون هو الادرس اللي هو قلنا 240 فهي 240 بعدين الريجستر اللي هو سورس 1 اللي هو قديش 10 بعدين الديستنيشن اللي هو 9 هسه في اوب كود فانكشن هذول انا ما بحفظهم هذول بجيبهم من اخر الكتاب وضحت الفكره بس انا جبت التسعه جبتها طلعوا التسعه ولا اكس 9 واكس 10 240 جبتهم هون واضحه ولا مش واضحه واضحه هسه ارجع على اخر الكتاب بحكي لك اللود لازم تكون هاي ثلاث وهاي ثلاث اوكي احفظهم لا ما بحفظ طب تعال على الانستركشن الثاني الاد تتذكروا قبل شوي قلنا الصفر مع الصفر مع الواحد وخمسين كانوا هم الاد ولا مش متذكرين متذكرين هون السورس واحد واحد وعشرين فهي السورس واحد بعدين السورس اثنين قديش تسعة فهي السورس اثنين بعدين الديستينيشن تسعة فهي الديستينيشن وضحت ولا لا دكتور 51 برضو مش حفظ صح من آخر الكتاب لا لا صفر صفر 51 لا مش حفظ تمام طيب add immediate add immediate من هون الكونستانت قديش واحد اللي هو هاي وبدي أجمع التسعة مع التسعة يعني بدي أجمع التسعة مع الواحد وحطه بالتسعة فالسورس هو تسعة والديستينيشن تسعة أوكي الأوبكود 19 منين جابها من آخر الكتاب مش أنا هاي 19 والصفر ما بحفظهم وضحت الفكرة طيب آخر instruction اللي هي الستور هذا شكلها أوكي الأدرس قديش إيه وين 240 مين يجاوبني بياخذ علامة يلا هو مقسم الاميديات 7 و16 بس مش ما وصلوش 240 يعني. طيب اتاكد لك 7 وقديش 16 الاميديات 1 2 4 8 16 طب هيك خذ لي اياهم بالله شوفن بطلع 23 بطلع احمد انت احمد صح احمد حدري حداد طب الله هذولا السبعة والستعش هاي السبعة ما انا اصلا بس احكي لك الشغله طب ماشي احمد هون بتتذكروا قلنا هاي ال 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 لا راح هون هون السبعة مع هان طيب هون السبعة والستعش صح هيك سبعة وستعش تمام لقي لي هني يلا هل هذا رقم 240 أحمد؟ أنت مش فاهم كيف قصدك أنا أقول لك اليوم هذا الويت تاعه 1 2 4 قصدك أحوله 8 16 32 64 128 شوف هذا 128 128 وكل اللي قبليه 100 27 بس بدك تشيل منه 15 107 112 112 صار 112 مع 128 240 يعني ال 240 240 حولها لباينري صارت 0 1 1 1 1 0 0 0 0 هسه لانهم هذول ما بقدر احطهم بجانب بعض قسمناهم قسمين صح أنا لازم هيك صح أحمد ولا مش صح؟ صحيح طب دكتور ليش ما عمل هيك بالأول instruction؟ اللي هي إياها اللي هي اللود طب طلع اللود هو بس immediate اللي واحد ها شوف طلع اللود طلع اللود على الimmediate هون الكونستانت قديش السايز تاعه؟ السايز تاعه عقد هذول إذا أنت تطلع الرسمة أنا برسم بالأخضر ما بعرف أنت شايف ولا مش شايف 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 هاي اللي هي هاي 1 2 3 4 7 بت مع 5 12 فالكونستنت هون 12 قطعة واحدة هذول قطعة واحدة بس هاي وهاي عاد عن بعض يعني اوكي لزقهم بجنب بعض
اوكي تمام. طيب احمد خلاص لك علامه على الكويز الزياده. مشكور دكتور. واضحه؟ طيب ريسك في هسه قبل شوي انا سالت سؤال سب ايميديتلي اوكي، although the risk v عنده by default عنده add وعنده sub it does not have sub immediately، معناته احنا عندنا add وعندنا sub، في عندنا add immediate بس sub immediate مش موجوده. ليش؟ لانه انا sub immediate باخذ two's complement للرقم وبحسبها ايش add immediate. وضحت؟ لما قلنا x ناقص y اللي هي نفسها x زائد التوس كومبليمنت لواي. اوكي طيب the big picture اوكي check yourself. اوكي حدا يقراها يساعدني ها شباب ولا ما حدا حاد ساعدك؟ ها تفضل. Today's computers are built on 2K principles. أكمل. Instruction. Okay. Instruction are represented as numbers. Okay. Programs. دقيقة دقيقة. Present instruction are represented as number. حسيتوا إشي زي هيك إحنا؟ هاي. مزبوط. هذا instruction. هاي instruction شايفينها؟ شوفوا كيف تتخزن بالكمبيوتر على شكل هذا السطر. أنا بدي راح أخربش عليه بس عشان تشوفوه. يعني وهاي وهاي وهاي. ففعليا it is one line of C code اخذت كم من instruction؟ اربعه بالريسك او بالاسمبلي كلهم على شكل numbers. اوكي واضحه؟ واضحه ماشي. اكملي اذا سمحتي. اي programs are stored in memory to be read or written just like data. اوكي اوكي يس كملي كملي. These principles lead to the stored program concept. Its invention let the computing genie out of its bottle. Okay. Figure 2.7 shows the power of the shows the power of the concept. Specifically, memory can contain the source code for an editor program. The corresponding compiled machine code that takes the program text the compiler program is using and even the compiler that generated the machine code. One sequence of the of instruction as numbers is that program are often shaped as files of binary numbers. The commercial implication is that computers can inherit ready-made software provided they are compatible with an existing instruction set. Such binary compatibility often leads industry to elegant around a small number of instruction set architectures. أول إشي من الأخذ العلامة قبل شوي أحمد. أنا دكتور أحمد. ركز معي أنا أحمد. أنا بس أطلع الأسامي بتبين عندكم ولا لا؟ بس ال بس شو اسمه بدي أفهم. لا لا. أوكي لأنه مثلاً شفت الأسامي أحمد فادي مرعي حداد صح؟ مزبوط. وقرأت لنا آية عبد الباري صح؟ مظبوط. آية عبد الباري. طيب أنا لازم نصير نوزع علامات حتى أسمع صوتكم هيك شكله صح؟ أنا هيك حسيته ما بتيجوا إلا بالعلامة بتحبوا العلامة نكسبكم معنا بالمحاضرة. طيب هسا فعليا المرة الماضية حكينا عن الستورد بروجرام كونسبت بتتذكروا إيش هو؟ الستورد بروجرام حكيت لكم انه احنا وي اوريدي يوز ات احنا بنستخدمه بس مش مدركينه. ليه؟ لانه بشكل سمبل زمان اذا كنت انت بدك تكتب كود او يعني بالعربي بدك تكتب برنامج بتروح تعمل شيء زي هيك ماشي انت بتحول مانيوالي وبتطلع البرنامج على شكل زيروز اند وانز وبتكتبهم دايركتلي للكمبيوتر just in case انا هون في بيت هاي لازم تكون واحد قلبتها صارت صفر كل البرنامج راح يطلع غلط. اوكي ولكن الان الامور سهله انه انا بكتب كود بخزنه بعمل كومبايليشن بنفذه ما زبط معي بروح برد اغير على الكود وبسيف كومبايليشن اكسكيوت. ف there is a big difference between زمان والان. هسه فعليا الميموري انت بتعرف بتكون مشغل لي
الكمبيوتر. فأنت عندك البروسيسور اللي هو السي بي يو، وعند الميموري. أوكي، الميموري فيها كل إشي، فيها ممكن تكون أنت فاتح تكست كود، ممكن يكون عندك سورس لسي بروجرام، ممكن يكون عندك لبيرول داتا على فرض أنك قاعد بتعمل بروسيسنج لديتا ليوزرز. ف you can save different kind of data in the memory at the same time. رح حكينا إنه الميموري ممكن تكون داتا ميموري، أو ممكن شو تكون العكس، شو شو الثاني غير داتا ميموري؟ instructions، instruction memory. أوكي، في two techniques أنا نسيت أسميهم، بس ممكن يكون إذا كانوا it is one big memory بتكون لها advantage disadvantage، إذا كانوا two separate memory بيكون لها advantage disadvantage. بشابتر 4 رح ناخذ انه الداتا ميموري از سيبريت عن الانستراكشن ميموري. اوكي، واضحه؟ طيب اخر شيء، او يعني مش يعني اخر شيء بهذا السكشن، تشيك يور سيلف، وات ريسك في انستراكشن داز ذس داز ذس ريبريزنت. هاي في عندي كود، شو هي الانستراكشن؟ يلا حدا بيساعدني، هي مش قاد صح؟ طيب هسه اطلعوا انتم يوما يحكي لك طلعوا السورس، سورس 1 معناته احنا اذا بتتذكروا كنا نقول سورس 1 سورس 2 ديستنيشن، صح ولا مش صح؟ فالسورس 1 قد ايه؟ 10، السورس 2 9 والديستنيشن 11، معناته تكون 11 10 9 ثلاثة. أنا جبت من الريجسترز، بس لو كانت تشابه بريجستر بروح أدور أشوف شو الانستركشن. عرفتوا كيف أنا جبتها؟ بجوز يطلع حلي غلط، ما بعرف صح هيك حكينا، تتذكروا؟ خلنا أروح هون، صح كنا نحكي سورس 1 سورس 2 destination this is هاي زي هذا المثال سورس 1 سورس 2 destination. فمن هيك انا غش يعني مش غشيت، هو كان بده يطلب مني الحل، يعني انا شاطر 10 و9 و11 معناته 11 10 9 اجت هاي معي، صح ولا مش صح؟ صح. طيب لو فرضنا، لو فرضنا كانت هاي 11 وهاي 10 وهاي 9، كون الريجسترز هذول زي هذول، كيف ممكن اعرف انه شو الانستراكشن؟ كود، بروح اشوف زي ما حكيت زميلكم الاوب كود. انا بتذكر قبل شوي الاديشن حفظتها 51 و00 صح؟ تتذكروا؟ صحيح. بس هاي يعني على فرض انه ممكن يكون يعني 51 و0 و32، فشكلها مش اد. اوكي، فعشان هيك اي كونفيرم ات السبجكت، عفوا سبتراكت. اوكي طيب هسه احنا شو الانستركشنز اللي اخذناهم هون؟ احنا كتبنا برامج، شو الانستركشن اللي اد اد اي ستور والسبستراكشن، يعني خلينا نحكي لود وستور واديشن وسبتراكشن، صح؟ اه. الاديشن والسبتراكشن انا بحكي لكم هون، اللود لود فروم ميموري ستور انتو ميموري، اد وسبتراكت ممكن تكون add immediate، بس ما في subtract immediate. الaddition هذول بسميهن arithmetic operation ولا لا؟ arithmetic operation. طب احنا اخذنا بالديجيتال وحتى بالسي انه في عندي logical operation، ولا ما مش متذكرينها؟ بلا، اللي هم الاند والاور. يس، فموجودين معنا. هسه احفظهم يعني مع البراكتس لازم تصير تميز بيناتهم. فاللوجيكال اوبريشن، اللوجيكال اوبريشن allow to access and check specific bits. يعني اعطيتك رقم وحكيت لك شوف لي يا اود ولا ايفن، كيف تتاكد انه المود بقى على 2؟ لا مش مود، هسه مود انت معناته بدك تروحي تعملي
instruction اسمها مود صح؟ أه. طبعا انا قلت لك في مود عندي اسمها إذا عملت له shift وكان مثلا والله من غير مثلا ما استخدم register زيادة او اعمل subtract او add مش عارف كيف يعني بالعربي بروح بعمل check على اي بت لا على list يعني يعني least significant بت اللي هي اول بت من اليمين صح؟ إذا واحد شو بيكون الرقم؟ إذا صفر شو بيكون؟ even. طيب أعطيتك رقم قلت لك شوف لي يا موجب ولا سالب شو بتروح تسوي؟ أنا على آخر بيت حسب إذا كان صفر بيكون موجب إذا كان واحد بيكون سالب آخر بيت من اليمين ولا الشمال؟ أنا بنسى من اليمين؟ يعني الشمال من الشمال من الشمال أنا عندي شوفوا يعني قبل شوي كان عندي إكس 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 هاي البت ممكن تكون صفر أو واحد هاي بيكون إيفن هذا بيكون أود صح؟ طيب إذا أشوف الرقم موجب يا واحد يا صفر هاي شو بيكون؟ سالب هذا بيكون موجب صح؟ صح هيك؟ معناتها انا بستخدمه بالتكنيك يعني اذا بدي اشوفه موجب ولا سالب بروح بعمل تشيك على اخر بت من الشمال اذا بدي اشوفه اد ولا ايفن على اول بت من اليمين اوكي فهي طيب اذا رقم بدي اضربه بثمانية يعني عندي رقم ثلاث مرات ها كان نعمل شيفت ثلاث مرات ركزي لي شيفت وين يمين ولا شمال اوكي نعمل شفت للشمال ثلاث مرات طيب إذا رقم بدي أقسمه على اثنين شفت لليمين قديه مرة واحدة مرة واحدة ففي تكنيكس أنا بدي إياها وضحت الفكرة فأتوقع الفكرة عندكم أنتوا وصلتكم شفت ليفت هون بعطيني الأوبريتور أو السيمبل بالسي وبالجافا وهون بالرزق بالرزق أوكي شفت ليفت أوكي من اسمها شفت ليفت shift اوكي shift logical left shift logical left immediate فوان في i immediate اوكي طيب shift right logical shift right logical اللي هي ايش immediate shift right arithmetic sr shift right arithmetic arithmetic immediate bit by bit and باخذ رقمين كل بت بيعملها and مع البت اللي يقبلها this is and immediate this is or immediate this is exclusive or this is exclusive or immediate ايه and not exclusive or ليش مين بيجاوبني يلا يعني إذا بده يعمل نط لرقم راح يعملها exclusive or ما بعرف بس الديجيتال حكينا إذا نعمل exclusive or لرقم مع واحد كان بيعطيني الكومبلمنت تبعتها معناته أنا لو X عملت لها exclusive or immediate مع رقم 11111 على فرض إنه الرقم هذا X 6 بت راح يطلع عندي اكس بار صح؟ صح؟ اي بس انت اخذت علامة اليوم خلص بكيف معي؟ ففعليا رقم بعمله اكسكلوسيف اور مع الواحد بكلب احنا بنعرف اكس اكسكلوسيف اور مع الواحد تساوي اكس بار اكس exclusive or مع الصفر بيظلوا x اوكي واضحه طيب بدي اخذ بس هاي وخلص طيب شفت طيب بنروح على اخر واحد بالاسامي عندي اخر واحد يمان اسامه محمد البشيره يمان معي يمان أسامة محمد البشايرة طيب مش معي يارا اسكندر ساري حداد
تعدينا بالسلايد هاي؟ نعم دكتور. تعدينا بالسلايد هاي اقرأي لنا يا بالله. اقرأه؟ اه ساعديني. Shifts, they move all the bits in a double word to the left or right, filling the empty bits with zeros. يعني the dual of شو يعني والله انا فاهم الشيء. بدي اقرا يعني انه انا عندي رقم double word. اذا عملوا left or right الاماكن الفاضية بيعبوها بزيرو. هيك اتوقع. يعني عندي رقم اوكي خلنا اقول عنه x x x x عملت له shift right راح يصير عندي x x x وراح يجي صفر بدل البت اللي طلعت صح؟ ايوه ماشي يلا. The dual of a shift left is a shift right. يعني عكس shift left shift right ماشي. Shift left logical immediate shift right logical immediate shift logical shift left logical اللي هي shift left logical هاي الاميديات للآي اوكي والدور شو هي shift right logical immediate shift right logical immediate ماشي اكمل شوفي ان هذا المثال شو هو هذا المثال شو هذا shift left logical immediate x 11 19 و4 راح يعمل شيفت ليفت ولا رايت ليفت ليفت هسه في شغله بس بدنا نعرفها انه انا عندي هذا الرقم اكس ماشي بدي اعمل له شيفت ليفت فعليا هاي الاكس راح تطير ويجي مكانها صفر صح صح اذا شفت مره ثانيه هاي راح تضيع ويجي مكانها صفر طيب فعليا انا الشيفت ليفت ملتيبليكيشن باي 2 ولا ضرب باي 2 ليش ضرب باي 2 طيب طب لو انا ضربت والاكس هون طارت فعليا هو ضرب ولا يعني ستيل ات از يعني هل صحيح انه ستيل الشيفت ملتيبليكيشن ولا في كونديشن لازم تحقق يمكن يكون في كونديشن اللي هو شو هو طيب بدي أسأل سؤال أنا لأي حدا إذا عندي واحد واحد صفر صفر وعملت shift left شو رح يصير واحد صفر 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 طيب هذا الرقم عملت shift left شو رح يصير راح تروح صفر من على الشمال تروح على اليمين لاحظتوا إشي يعني ولا ما يعني بالمزيد من صفرين الواحد ما طارت يعني بالعربي اذا انا بدي اعمل شيفت ليفت البت على الشمال ما بدي اياها تضيع ليه؟ لان احتمال تكون 1 يعني اذا كان رقم 0 0 1 1 وقلت لك اعمل لي شيفت للشمال راح يصير عندي 1 0 0 0 طيب لو كان الرقم اكبر 0 0 1 1 0 0 قلت لك اعمل لي شيفت للشمال بصير عندي 1 1 0 0 0 للشمال صح صح هذا 12 1 2 4 12 عملت له شيفت صار 24 بس هذا 12 صار عندي قديش 8 ففي كونديشن بالشيفت ليفت انه البت اللي انا بدي يعني اخر بت بتطير البت اللي بتضيع ما مش لازم تكون واحد اوكي سامعيني دكتور يعطيك العافيه يعافيك يلا بدنا نفوت شباب على ال تمام على الاي ليرنينج اوكي